أقام مركز مصادر بيتا للتنمية الشبابية إفطارا جماعيا وأمسية رمضانية جمعت مراكز التنمية الأربعة التابعة لوزارة الشباب والرياضة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ضمن فعاليات يوم الشباب العالمي وتحت مظلة مشروع الشراكة الأمريكية الفلسطينية وبحضور ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة ومركز تطوير التعليم EDC. الله أكبر الله أكبر. وشارك في الإفطار الجماعي أكثر من 100 شاب من مراكز مصادر بيت الطفل في الخليل ومؤسسة شباب البيرة في رام الله ونادي جبل النار من نابلس، إضافة لمتطوعي نادي بيتا، حيث جاب الشباب شوارع البلدة عصرا في جولة استطلاعية شملت تنظيفا لصرح الشهيد المقام في وسطها. وافتتح رئيس نادي بيتا عقاب دويكات الأمسية بكلمة ترحيبية للضيوف، فيما أكد موسى أبو زيد وكيل وزارة الشباب والرياضة من جانبه دور الشباب المركزي، حيث اعتبرهم رافعة المشروع وضمانة نجاحه وإنجاز أهدافه المتمثلة في النهوض بقطاع الشباب وتنميته. وتضمنت الأمسية التي قدمها شباب نادي بيتا عرضا مسرحيا قصيرا ناقش واقع العمل التطوعي بطريقة ممتعة، إضافة إلى عروض الدبكة الفلسطينية، الشعر، الزجل الشعبي وفقرات أخرى عديدة وزع خلالها دروعا تكريمية خشبية للضيوف الحاضرين.